استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس إيفرست نيدايشيمي رئيس جمهورية بروندي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس البروندي إلى مصر، مؤكداً عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، ومشدداً سيادته في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين. من جانبه أشاد رئيس نيدايشيمي بتنظيم المصري الناجح للقمة العالمية للمناخ وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين.